انا اعرف السعوديه كويس أوي وقاري عنها كويس أوي، لكن قبل ما امشي قريت كتاب او اتنين، عن كتابين هم عن السعوديه وعن مواردها وعن التطور اللي فيها وعن الخطه بتاعتها وعن الناس ازاي بيعيش والمجتمع ازاي بيعيش زي ما شايف حضرتك شايفه. في الكتاب ده ده معجزة فوق الرمال، ده عن السعودية. يعني لو جيت حضرتك تلاقي انه عامل احصائية كبيرة جدا عن البترول، عن البترول وازاي هو حاجة عوائد يعني بتعود على المملكة، وازاي المملكة بتبص لقدام انه تعمل للمستقبل، لان البترول هينضب في يوم من الايام. فازاي السعوديه بتبص لليوم ده، يعني مش انهم ناسيين ولا متجاهلين ابدا. ف يعني كنت رايح وانا عندي زي ما تقول ذخيره من المعرفه ازيد عن السعوديه، يعني مش بس من اهلها. اهلها انا اعرف ناس كتير جدا منهم وكلهم اصدقائي وعزاز عليا وهم اللي كانوا عازميني وكله، لكن انا حبيت اعرف عن البلد نفسها، عن البلد حتى اللي بيعيش فيها اصدقائي دي. فقريت كتابين كبار. كتاب معجزه فوق الرمال ده كم صفحه يا استاذ عبد الحليم؟ اولا هو انا عايز اقول للساده غلافه عباره عن خريطه للوطن العربي والسعوديه. هو كبير قوي. كبير قوي. حاجه بتاعت 853 صفحه. قريته كله. قريته كله.